إن من أنفع الأشياء لطالب العلم أن تتوفر همته على العناية بعلم العقيدة، والكلام في هذا الموضوع طويل، ولكني أوجز ما أريد في شيء عملي أوصيك به يا طالب العلم، إن كنت تروم الرسوخ في علم العقيدة. اقرأ 3 كتب قراءة جادة، قراءة فاحصة، وأنا أضمن لك أنك تصل إن شاء الله إلى مبتغاك في علم العقيدة. هذه لبنة أولى، إن أقمتها في نفسك فإنك ستقف إن شاء الله على أرض صلبة في علم العقيدة. أول تلك الكتب أن تقرأ كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هذا أعظم شروح كتاب التوحيد، وهو الذي عول عليه العلماء، كل من جاء بعده فإنه ينتفع به وهو عالة عليه. لو جمعتم الأسئلة عند الشيخ هنا وبعد ذلك يأتيني بها حتى تستريحون، جزاكم الله خير. ثم إذا انتهيت منه فثني بكتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وهو من أحسن وأنفع شروح الواسطية. وهذان الكتابان أو هذان المتنان من أهم متون الاعتقاد عند أهل السنة المعاصرين، كتاب التوحيد والواسطية، من جمعهما حاز خيرا عظيما. وهذان الشرحان من أهم شروح هذين الكتابين. فالتنبيهات السنية كتاب مفيد وسلس وسهل، وفيه تحقيقات ونقول نافعة عن شيخ الإسلام ابن القيم، لا يستغني عنها طالب العلم. ثم ثلث بشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، فإن في هذا الكتاب ما لا تجده في الكتابين السابقين. وليس يخفاكم أن شرح الطحاوية جله أو عامته نقول عن شيخ الإسلام ابن القيم، وإن كان قد أغفل الإحالة رحمه الله لحكمة رآها رحمه الله، ولم يصرح باسم ابن القيم رحمه الله إلا في مواضع معدودة. هذا الكتاب كتاب نافع وفيه مباحث مهمة يحتاجها طالب العلم. اقرأ هذه الكتب 3 قراءة متأنية وفاحصة، اقرأها وأنت جالس ومعك قلم تقيد الفوائد وتخطط على المواضع المهمة وتضع في مذكرتك الاستشكالات التي تمر بك، ثم بعد ذلك تبحث عن الجواب عنها، ثم إن تيسر لك أن تعيد قراءة هذه الكتب مرة ثانية، يعني إذا انتهيت من الكتاب في القراءة الأولى عد إليه مرة ثانية وقرأه، واجعل هذه قاعدة لك في الكتب المهمة. إن استطعت أن تقرأ الكتاب مرتين فإن هذا سيكون كالنقش لمعلوماته في ذهنك بإذن الله. فإن استطعت افعل هذا، وهو أن تعيد قراءة الكتاب مرة ثانية. بارك لك. فأظن أنك ستستفيد من هذا فائدة كبيرة بإذن الله. إن انتهيت من هذه 3 وكنت تطمح للمزيد، طيب ضعها عند الأخ، عند أخينا الشيخ.
هنا عند الشيخ. بارك الله فيك. انسمت همتك بعد هذه الكتب إلى المزيد في علم الاعتقاد، فربع بمختصر الصواعق. بعد أن تقرأ هذه الكتب الثلاثة ربع بمختصر الصواعق، وهذا الكتاب سيفيدك فوائد كثيرة، منها أنه يعطيك المكنة في الدفاع والمناقشة لمذاهب المخالفين، وهذا الكتاب من نوادر الكتب ومن أنفع الكتب، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، الأصل لابن القيم، والمختصر للموصلي رحمة الله تعالى عليهما. إن كنت تطمح للمزيد أيضا فأوصيك بكتاب خامس، وهو طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. هذا كتاب نافع من أهم كتب ابن القيم، وفيه مباحث دقيقة ربما لا تقف عليها في كتب أخرى، فأنت بحاجة إلى النظر فيها. طريق الهجرتين لابن القيم من أحسن كتب ابن القيم رحمه الله، ويحتاج طالب العلم إلى القراءة فيها. فهذه الكتب إن شاء الله تعالى ستعينك على أن تقف في هذا العلم على أرض صلبة، ثم بعد ذلك أبحر، فليس عليك خوف إن شاء الله. وأدمن النظر في قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم وكتب أئمة الدعوة، أئمة الدعوة السلفية في نجد، في الدرر السنية، في مؤلفات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، أو كتب أبيه، أو كتب الشيخ سليمان بن سحمان، أو غيرهم من كتب أئمة الدعوة، فإن هذه كتب عظيمة، ولا سيما في تحقيق توحيد العبادة. أما كتب شيخ الإسلام وابن القيم فهذه تختصر عليك طريق طلب العلم، هذه أوجز عبارة أعبر بها، تختصر عليك طريق طلب العلم، تعطيك الزبدة والخلاصة والصفوة من مسائل العلم. فهذه وصيتي لك يا طالب العلم.